أقر مجلس النواب في جلسة الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور وهيئة الوزارة، أقر تعديل الأعيان على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015. وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون بعد إجرائه تعديلا أبقى على نفاذ الأحكام والإجراءات الذي تم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس النواب القائم لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي لأي سبب كان، بهدف معالجة أي تعارض بين القانون النافذ ومشروع القانون، خاصة عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب الحالي بعد نفاذ أحكام مشروع القانون. النائب الدكتور زكريا الشيخ قال إن إضافة مجلس الأعيان الموقر لا تخص فقط الحالة التي تتحدث إنه في حال انشغر مقعد نائب في المجلس الحالي، وإنما بحسب فهمي لها فإن هذه الإضافة تمنح المجلس قانونية الاستمرارية بعد صدور هذا القانون والمصادقة عليه من قبل جلالة الملك إلى حين انتهاء ولاية المجلس لأي سبب من الأسباب. وأضاف وكون مداولات المجلس أثناء مناقشة القانون تعتبر جزء من تفسيره، فأنا أسجل هذه الملاحظة لكي يمنح المجلس الحالي حق الاستمرارية بعد المصادقة على القانون لحين صدور قرار من صاحب الولاية الدستورية وهو جلالة الملك. ورقات هذا الميثاق كانت بالضبط 236 ورقة، 236 إذا سمحت اضربها ب 150 بيطلع عندنا العدد 35400 صفحة. تخيل الجهد الذي بذل من قبل الأخوة في الأمانة العامة، تخيل كم كلفنا هذا. يعني أنا حسبنا حسبة بسيطة، إذا كلفت كل ورقة 10 قروش بكلفنا 3500 دينار. فأنا أقترح الاقتراح التالي في المرات القادمة ألا يتم إرفاع فلوسنا عن المعاهدة، يعني لنا الأوراق العديدة، وأن تبقى لنا الأمانة العامة لمن يرغب بالحصول على نسخة منها حسب الطلب، وبالتالي نخفف على الأمانة العامة، وأيضا نرشد النفقات العامة لمجلسنا. وشكرا. قرار مجلس الأعيان، وباعتقاد أن الإضافة التي جاء بها مجلس الأعيان تتعدى الهدف الذي من أجله جاءت الإضافة. الإضافة جاءت من أجل معالجة إذا شغر أحد المقاعد في المجلس الحالي، ولكن الإضافة جاءت عامة. أرى بأنه وعلى أن تبقى الأحكام والإجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس النواب القائم عند صدور هذا القانون قائمة وقانونية. إذا هو يتحدث عن جميع أعضاء مجلس الأعيان مجلس النواب. هناك من يرى أحبتي بأنه بعد المصادقة من قبل جلالة الملك على هذا القانون فإن مجلس النواب الحالي يجب أن يتم حله، وبالتالي هذه الإضافة تعالج هذا الخلل. وكون مداولات مجلس النواب أثناء مناقشة القانون تعتبر جزء لا يتجزأ من تفسيره، فأنا أود أن أسجل هنا بأن هذه تجيب على الذين يقولون بأنه يجب حل مجلس النواب بعد صدور مصادقة جلالة الملك على هذا القانون. القانون عقد يعني الرد بموجب الأسباب الوارد وأرسل إلى المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية أبدت بعض الأسباب وهي الجامعة المختصة بتكرير الدستورية من عدم. أبدت المحكمة الدستورية على قرارها. أبدت عدم دستورية القانون. الآن ليش بدينا عليها؟ الآن إحنا نقول شيء يفترض يعني أنه صنع القانون بيصير في مراحل ويجتمع في جلسة مشتركة وأنه يحصل على تلكي الأعضاء وبالتالي يحصل على آلية دستورية أو يصير صنع آلية دستورية أو يرد ونقص من الحكومة أن تلتزم بتقديم مشروع قانون. إحنا نخالف الدستور ما دام المحكمة الدستورية حكت بالحرف الواحد أنه أعضاء مجلس النواب ليسوا وظيفة ولا يتقاضوا رواتب من الدولة وإنما مكافآت، وبالتالي إحنا صح نخالف الدستور. فيجب على الحكومة من الأول أن الحكومة تسعى هذا القانون وليس الدستورية، لأن نرجع ونحكي عن اللجنة القانونية. أنا اليوم أسأل الحكومة باسم هذا المجلس، أين هذه الدراسة؟ أين الاستجابة إلى إرادة جلالة الملك ورسالة جلالة الملك لهذه الحكومة؟ نعم نحن نعلم من وجهة نظر الحكومة جادة في مشروع القانون، بس مشروع القانون يجب فيه شبهة دستورية. الآن بدنا نشوف دراسة الأثر المالي مشان نشوف حلنا لوين رايحين، إما نستمر في ذلك أو نتوقف عند هذا. وقرر النواب إحالة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 2013 إلى لجنته القانونية.
رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور نفى اتهامات نيابية بالتحريض الحكومي ضد النواب إعلاميا والإساءة إلى المجلس، موضحا أن هذا الكلام غير صحيح ويحتاج إلى دليل، وأشار إلى أن التشويش على النواب ليس من شيمنا، وأكد أن الحكومة لا تخشى رأيا أو موقفا ولا تحرض على مجلس النواب، ومن يعمل ذلك واحد أخف منا ونحن أثقل وأعقل من هذا. جلالة الملك كان قد رد القانون المعدل لقانون التقاعد المدني نهاية عام 2014 استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور بعد إقراره من مجلسي الأعيان والنواب في جلسة مشتركة، داعيا الحكومة إلى التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيه حول مشروع القانون وإعادة دراسته الموضوع وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق مع أحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع. وأشارت المحكمة الدستورية في ردها على سؤال الحكومة إلى عدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة، كما وأنه لا يجوز أن ينص قانون ذو أثر مالي على سريان إحكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يترتب زيادة في النفقات العامة. كما وأحال المجلس مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لعام 2016 إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لعام 2015 قبل أن يقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة لفقدان النصاب. وفي بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد البطل الرائد راشد حسين الزيود. الطراونة قال: إننا نقف احتراما وإجلالا لمملكة ما بخل أبناؤها عليها بالتضحية ليكتب البطل راشد حسين الزيود فصلا جديدا من كتاب البطولة والفداء بسطور خطها بدم نقي وبموقف جلي وبمواجهة لا تقبل إلا بوطن سالم آمن وحر وعزيز. إلى ذلك طالب 63 نائبا من خلال مذكرة قدموها إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وقالوا في المذكرة إن هؤلاء هم سياج الوطن وحصنه المنيع ويقومون بأعباء خدمة للوطن الغالي.